نعرف اكثر. معنا على التليفون الاستاذ وليد الشيخ نقيب بقاله التموين. مساء الخير استاذ وليد. نور يا كابتن رئيس، اهلا بيك فندم. اهلا بيك. يا ترى ايه حضرتك ايه؟ الحمد لله فندم. اولا ايه اخبار بطاقات التموين في الوقت الحالي؟ في شكاوي كتير من حذف اشخاص او ايقاف بطاقات. بص، هي منظومه تنقيه البطاقات ديت هي صعبه شويه على المواطن، بس هي لحذف العشوائيات اللي موجوده والشوائب اللي موجوده، وفي ارقام قوميه مش مظبوطه. نعم. هي صعبه دلوقتي على المواطن، بس هو بيروح يعمل تظلم وخلال 10 ايام بترد له الافراد من تاني. تمام. انا عايز اقول لك ان التنقيه دي في الاول وفي الاخر هي هتفيد المواطن. هتفيد المواطن بعد كده انك تقدر تنزل مواليد، تقدر تزود دعم، فالموضوع ده هيفرق كتير. في ارقام قوميه مش واضحه، والشوائب مطلعين برضو الوفيات كتيره جدا، فالموضوع هيفرق كتير ان شاء الله في اللي جاي. في ناس للاسف عمليه التنقيه انا عارف ان هي صعبه على المواطن وصعبه على ناس كتير، بس احنا بس بنتكلم ان كل ده هيبقى لمصلحتك في الاخر لزياده الدعم. ما هو فانت دلوقتي لو الحذف تم عندك مثلا او البطاقه غير مستحقه، فانت المفترض انك بتطلع على مكتب التموين بتقدم الورق بتاعك مظبوط، في ظرف 10 ايام التظلم دوت يرد لك الافراد من تاني. في ظرف 10 ايام. 10 ايام بالظبط. تمام. طب انت حضرتك، هل احنا ما زلنا دلوقتي في افراد بيحصلوا على التموين وهم لا يستحقوا مثلا ده؟ احنا ما نقدرش نقول كده، بس احنا بنقول دلوقتي ان في ارقام قوميه كلها مش مظبوطه، فاهمني؟ فاحنا بنظبط كلنا قاعده البيانات، بس هو انا عايز اقول لك ان العمليه ديت اظهرت حاجات كتيره جدا. نعم. فعمليه التنقيه لما تخلص هتلاقي العمليه مظبوطه، لكن مش معنى ان حد اتحذف فهو مثلا كان دخله كذا، ده ملوش اي علاقه. هي كل القصه كلها مكمنه، ان انت لو جالك كده يبقى في حاجه في الرقم القومي عندك، فبتروح توضحها، فالدنيا بتبقى ما فيهاش مشكله. 10 ايام وتلاقي الايه؟ نزل لك ان شاء الله. جميل. تمام. بالنسبه للمقررات فيها استقرار في الصرف دلوقتي؟ ما فيش اي مشاكل زي زمان الحمد لله وكله مستقر؟ بالنسبه للمقررات التموينيه كلها موجوده الحمد لله، وفي 50,000 طن رز الحكومه تعاقدت عليهم، ودولك بالفعل بينزلوا في المخازن. تمام. وده هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله، وخلال الشهر ده هيبقى في تعاقد في 25,000 طن، فهتبقى كويسه بالنسبه ان شاء الله لتجار التموين يعني. ان شاء الله. شكرا استاذ وليد الشيخ نقيب بقاله التموين على هذا الايضاح.